وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. تكوين 14-19. إيه معنى الله العلي؟ لقب الله العلي ورد عشرات المرات في سفر التكوين، لكن بداية ظهوره في تكوين 14، وورد أول ما ورد على لسان ملكي صادق وهو بيبارك أبونا إبراهيم، فقال له الكلمات الآتية: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. الله العلي في العبري عليون. إيه معنى كلمة عليون؟ عليون معناها العالي، معناها الذي هو فوق الجميع، يسود على الكل، ومعناها مالك كل شيء. يمكن أوضح صورة نقراها عن عليون في سفر دانيال. في سفر دانيال، فاكرين لما الملك نبوخذ نصر تكبر على الله، وبعدين الله قال له إن هيطردوك من بين الناس وتأكل العشب كالثيران، وفعلا بقي زي الثيران وكان بياكل العشب لغاية لما هو رجع إليه عقله. فنقرا في دانيال 4، اسمع الكلمات دي: وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. شوف يقول إيه: وباركت العلي، العلي عليون، وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد. شوف يصف عليون يقول إيه: الذي سلطانه سلطان أبدي، ملكوته إلى دور فدور. هو صاحب السلطان، هو صاحب الملكوت. ولما تكمل تلاقي كده يختم ويقول: أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. أيا كان، لأن هو عليون. اللي عايز أقوله لك بقى، أنا عايزك النهاردة تاخد عليون ملجأ ليك، رفيق ليك في كل أيام حياتك. اسمع آيتين أحب أسيبهم معاك. في مزمور 57 كان داود في أزمة كبيرة، عارف يقول إيه؟ أصرخوا إلى الله العلي، عليون، الله المحامي عني. تخيل لما تخلي عليون هو المحامي بتاعك، ده أنت مش جايب أشهر محامي في الدنيا، ده أنت جايب مالك السماء والأرض. اقرأ معايا مزمور 91، شوف يقول إيه: الساكن في ستر العلي، وبعدين يقول إيه؟ في ظل القدير يبيت. الساكن في ستر، يا بخت اللي يسكن في ستر عليون، وعليون يكون سكنه ويكون حماه. يقول: لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، جعلت العلي عليون مسكنك. تعرف يحصل إيه؟ لا يلاقيك شر، لا تدن ضربة من خيمتك. هل تيجي معايا النهاردة وتقول له: أتخذك يا إلهي أنت عليون مسكنا لي والبيتي؟ الله معاك.